ينضم إلينا المهندس ألبير أندريا، وهو مستشار ومخطط في شؤون السير والمواصلات وعضو في جمعية مرحاب. مساء الخير. سنور. أستاذي، هناك في التقرير ذكر بأن هذه سياسة ممنهجة، خلق هذه الأزمات السير داخل البلدات والمدن العربية، كيف تعقب على ذلك؟ يعني هو شأن حركة السير وكل موضوع المواصلات لا يبعد كثيرا عن حتى التقارير السابقة في موضوع الجريمة وانتشار السلاح، لأن هي نفس المنظومة يعني في النهاية. ولكن اللي نقال كمان طبعا قبل هو فعلا صحيح، وأنا كنت بقسم الموضوع لحالتين، في حالة التخطيط المستوى على المستوى الاستراتيجي وفعلا توسيع البلدات والقرى والمدن العربية في ضائقة موجودة غادة، وبالتالي بيصير في عندنا هجرة سلبية للمدن اليهودية، وهذا الشيء ملحوظ جدا في المدن الكبرى خاصة وفي القرى كمان، الهجرة السلبية للمدن، وبالتالي كمان هناك في اختناقات داخل المدن والقرى العربية لأجل أنه الأراضي هي أراضي خاصة، فالجيل الشاب ما بلاقي في مجال للسكن وبيضطر أنه يروح على المدن اليهودية. وطبعا عدم وجود أحياء سكنية اللي هي متعددة الاستعمالات اللي مش بحاجة الواحد حتى لسيارة أنه يركبها عشان يوصل على مكان عمل أو حتى على مكان تجاري، هذا الإشي طبعا موجود بكثرة وبوفرة في المجتمع اليهودي، ولكن هو ينقصنا في المجتمع العربي بشكل شبه كامل تقريبا. ولكن هل نعم عفوا منك، ولكن هل البلدات العربية يعني تقوم بدورها في محاولة الحصول على حقوق أكثر أو حتى على يعني إشارات مرورية لتنظيم السير؟ وهل تقوم بمعظم البلدات العربية في المطالبة بتوسيع الخرائط الهيكلية كما يجب؟ يعني خلينا نقول هيك، كل موضوع أزمة السير وتنظيم السير داخل مدن القرى العربية لازم نفهم أنه الإشي بيبدأ من خرائط هيكلية. المفروض البلدان العربية تتوسع بشكل دائم وملحوظ، والإشي بيبدأ طبعا كل البلدان العربية اليوم موجود فيها خرائط هيكلية للتوسع، ولكن هاي الخرائط مرات كثيرة بتأخذ سنين تنها يصادق عليها في اللجان اللوائية، وبالتالي الجيل الشاب بدور على مجال انه يكمل طريقه، فبصير في عنا هجرة سلبية، ولكن هذا غير كافي. احنا مش بس لازم نستنى كمان خرائط الهيكلية تنتهي، لكن في هناك كمان تنظيم السير داخل المدن، وللأسف ولا في ما بعرف يعني ولا بأي مدينة أو قرية عربية هنالك أقسام لتخص فقط دائرة السير داخل المدينة، وبالتالي في إهمال في كل موضوع السير. إحنا بنعتمد فقط على الحكومة أو على وزارة المواصلات في هذا الشأن، وهذا بيكون فعلا ضعف داخل البلدات والمجالس العربية. طبعا غياب المواصلات العامة والأمين اللي ممكن تأخذ الإنسان من مكان لمكان في زمن محدد كمان هذا منقوص، ما في عندنا مسارات ذات أفضلية للمواصلات العامة، كمان هذا الإشي ما في كما يتوفر في المدن اليهودية خط السير وأيضا الحافلات المنظمة كل ثلث ساعة أو ربع ساعة للخط الذي يتحرك داخل المدينة، هناك شبه غياب تام في البلدات العربية لهذا الأمر. صحيح، ما في عندنا يعني وسائل شوارع، شبكة شوارع مع سعة جدا كبيرة، زد على ذلك طبعا. هل هذا مبرر؟ هل هذا هو المبرر حقيقة بأن الحافلات لا تدخل أو الحركة الحافلات العامة عفوا للبلدات العربية غياب الساحات؟ يعني غياب مساحات، لأنه احنا قليل ما بنشوف يعني في المدن والقرى العربية شوارع وسعة اللي ممكن يكون فيها مسارين لكل اتجاه، اللي ممكن يكون في مسار واحد ذات أفضلية للمواصلات العامة للبني آدم، أول ما يطلع من بيته الصبح ممكن يفكر مرتين إذا يطلع بسيارته ويوصل على العمل خلال ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة أو خلال عشر دقائق إذا في مسارات أفضلية. وهذا الإشي الواقع اللي عم بيصير طبعا في المدن اليهودية، يعني متروبولين تل أبيب فيه كذا مليون، وبالتالي اليوم حتى السكن الجديد ما في له موقف سيارات، لأنه الناس بتستعمل المواصلات العامة اللي هي جيدة جدا طبعا، وبالتالي احنا مش موجود هذا الاشي عندنا، فنفتقر هذا الاشي، وبالتالي بصير عندنا حتى لو مستوى المعيشة عندنا جدا واطي، بنضطر انه نشتري سيارتين في كل بيت
لأجل أن نوصل على محل أمن، على محل العمل بشكل أمين وبسرعة. فنسبة وهو ما يوازي نصف راتب عملياً لأحد العاملين طبعاً الأب أو طبعاً الأم. يعني يعني عدد السيارات المعدل لكل 1000 نسمة في إسرائيل هو 400 سيارة تقريباً، وبفكر بالمجتمع العربي هو مش قليل، لأجل أنه المواطن في المجتمع العربي في البلدات العربية بيضطر أنه يطلع بالسيارة لأماكن عمل، لأنه في محدودية، لأن المواصلات العامة توصل لحديد بيته وتكون أمينة في ذات الوقت، وبالذات كمان أنه في الخرائط الهيكلية هذا الإشي ملحوظ جدا، أنه أماكن الأشغال العامة والأماكن التجارية بالأخص موجودة طبعا في المدن والقرى اليهودية، في المجمعات أكثر في المدن اليهودية، وبالتالي نضطر دائما استعمال المواصلات، وهي جزء من المنظومة والاستراتيجية الموجودة للحكومة، مثل أياتا شغلة تانية في مجال تاني طبعا مش بس المواصلات. الآن نتحدث عن وجود هذه الاستراتيجية لإضعاف المجتمع العربي، إغراقه بالفوضى والجريمة والعنف، ومن بينها أيضا غياب الميزانيات والمساحات الجغرافية. هل المواطن العربي يجب أن يأخذ دور في أي مسألة، مثلا التبرع في مساحات لضمها للشوارع؟ هذه واحدة من أبرز القضايا التي يعاني منها الأحياء الضيقة، غياب الشوارع. وهل رؤساء البلديات يجب أن يطالبوا ربما يعني أن يقوم بخطوة أكبر من مجرد المطالبة بتوسيع المساحات الهيكلية أو الخرائط الهيكلية لبلداتهم؟ لا، بدون شك أنه في اجتهادات في السنوات الأخيرة، بالذات أنه الخرائط الهيكلية اللي عم تتوزع لأحياء جديدة هي موجودة بالأخص على أراضي خاصة، وهذا الشيء بصعب الأمر، ولكن فعلا هنالك لبعض المجالس والمدن مبادرات طبعا مبادرات، لكن هي صعبه وبتاخذ وقت كثير، يعني بالذات انه الاراضي خاصه تيعرف الشخص انه اذا عنده قسيم اليوم في مساحتها دنم انه ممكن تصفي نص دنم بس عليها نسبه عمار فعلا اكثر، وهذا هذا الشيء بياخذ وقت يعني جدا جدا طويل طبعا، ولكن في اجتهادات هذا الشيء موجود، بتخيل راح نشوفه يمكن لسنين لقدام، ولكن الشيء مش متوازي مع عدد السكان اللي عم بتزايد، في تزايد في كل المدن والقرى العربية. هل برأيك مطلوب من المواطن أن يتنازل عن مساحات خاصة أو أراضي خاصة ليساعد ويساهم في توسيع الشوارع؟ طبعا من ضمن كل خارطة تنعم خارطة تفصيلية طبعا لكل منطقة ومنطقة، يعني هنالك المساحات مش بس لمدارس أو كذا، طبعا لشوارع، ماذا وإلا ما بكون في عنا شبكة شوارع ملائمة اللي يكون في لها سعة تتلائم مع احتياجات المواطنين من ناحية عدد السيارات، من ناحية الأماكن الخضراء، من ناحية الأماكن العامة كمدارس كحضانات وإلى ذلك. فطبعا من ضمن هاي الخارطة المفروض يكون في هنالك تقليص من حجم المساحة لكل مواطن ومواطن، ولكن هو بأخذ الإشي بالمقابل عن طريق زيادة في نسبة العمار في سيارة. أستاذ ألبير، إسرائيل تعتبر من دول العالم الثالث في كل مجال المواصلات، ليس فقط في البلدات العربية في التخطيط، يعني القطار في تل أبيب تأخر عن موعد إنجازه 20 عام، وجود المدن في النقب نسبة المواصلات أو توفير هذه الخدمة تبدو بشكل أقل من المدن المركزية. هل هناك تطور خاص في إسرائيل بكل مجال المواصلات، أم أنها لا تزال تتصرف كدولة عالم ثالث في مجال المواصلات؟ يعني بالصدفة أنا كنت كمان جزء من التخطيط في القطار الخفيف اللي بدأ قبل كم شهر في تل أبيب، وبدينا وقتها نشتغل عليه في أوائل سنوات 2000، ويا شفنا بعد أكثر من حوالي 20 سنة أو حتى 30 سنة، لأنه كانوا من قبل كمان اشتغلوا عليه، ولكن في السنوات الأخيرة منظومة فعلا عن طريق وزارة المواصلات لعدة شركات حكومية اللي هي أذرع إلها، اللي عم بتحاول تعمل تجديد في شبكة المواصلات العامة، وبالذات في متروبولين تل أبيب، متروبولين حيفا، متروبولين القدس، ويوم ربما أيضا كمان في متروبولين بير السبع بالأخص، يعني ميزانيات كبيرة ترصد غير، حتى أن هناك صودقة على مثلا في متروبولين تل أبيب 3 مسارات طويلة جدا لمترو رقم 1 ومترو رقم 2 ومترو رقم 3، اللي هن بيجمعوا يعني لكل المتروبولين مش بس تل أبيب، حتى ممكن يوصل للرملة جنوبا ومدينة الحوبط، وشمالا حتى فرسابة وبورت شارون وعنانة،
وهي طبعا بتربط المدن زي كيف احنا بنشوفها، المنظومه هي موجوده في خارج البلاد، ولكن في المدن العربيه للاسف في هناك بس محاولات لتعديل المسارات تاعت المواصلات العامه، هنالك محاوله لانجاعها عن طريق زياده الوتيره تاعت المواصلات العامه، ولكن البنيه التحتيه ما زالت تفتقر لمسارات افضليه للمواصلات العامه، وبالتالي يعني ما بنشوف الافق جدا هالقد وردي، يعني يجب انه نعمل في كافه المسارات انه توسيع فعلا الخرائط الهيكليه وبناء احياء جديده متعدده الاستعمالات اللي يقدر البني ادم يعيش داخل الحي ويكون معظم استعمالاته ومستلزماته داخل هذا الحي، واشياء اخرى ايضا بحاجه الها. زد على ذلك طبعا هنالك امور عينيه في مشاكل عينيه في مفارق طرق ممكن تصليحها طبعا، وبالتالي الحد شوي من الأزمة الموجودة، ولكن مش حلها الدائم، لأنه للأسف شبكة الشوارع ما هي مبنية، يعني إحنا دائما بنقارن ما بين الناصرة ومدينة نوفا جليل، يعني ما بنشوف إحنا شبكة الشوارع الموجودة لغاية في مدينة نسبيا جديدة لبين مدينة الناصرة اللي هي مدينة قديمة، وبالتالي يجب تحديد أيضا الاستعمالات اللي موجودة داخل المدينة المباني في شكل انه ما نضيف عليها اكثر مسارات، يعني كثافه سيارات اكثر، وطبعا ايجاد الحلول عن طريق المواصلات العامه، هذا الحل الموجود يعني طبعا الموجود في كل العالم، وهذا الحل الجذري الواضح يعني في دول العالم. يعني ربما ليس هناك حاجه لاستخدام السيارات في المدن الكبرى على الاقل كما هنا في اسرائيل. استاذ والمهندس البير اندريا، وانت مستشار ومخطط في شؤون السير والمواصلات وعضو في جمعيه مرحاب، شكرا جزيلا لك.